قالوا الناس زمان اللي كرهني ولا نساني، ما عذاني ما كساني، بالعكس هناني. هذا ميساج الناس اللي كنديروا فيهم الخير كتوقف معاهم، كيبين لك بلي صاحبك بلي خوك بلي حبيبك اللي معك في الخط مصلحه ديالو صافي، يعني كاين انسان كاين مبروك العيد لا سلام لا كيراك داير لا شي حاجه، ونهار كيشوفك عاوتاني رجعت للاوج ديالك ورجعت طوب رجعت تخدم رجعت مجموعه تاع الامور، كاين التليفون كيقول لك الو كيراك داير صافا بخير، الو راك وحشنا كثير غدرت صاحبي ولي عمر معاك وهادي ويجدد معك الروابط. اذا رساله اللي ينساك نساه، كيقول لك لا يولد ابو المسلم من جحرين مرتين، يعني نهار يجي عندك شي واحد اللي كنت مصرف فيه الخير وقلب عليك فتره واحده، يعني ما معادي معاه ما تخاصم معاه ما شي حاجه، وبين بلي انه انسان غير ديال المصلحه، نهار اللي نحنا كما قالوا ما كنطيحوش غير كنميلوا، نهار ترجع للطريق ديالك والمسار ديالك كما كنقولوا حنايا والاوج ديال العطاء ديالك، نهار يرجع ما تعقلش عليه، والاحسن تبلوكيه كل شيء، والاحسن تبلوكيه في فيسبوك في انستغرام في كل شيء، ولا خليه يتفرج ياكل العصير. تحياتي وتبارك الله عليكم.